طبعا في حضور كتير كبير، في حضور كبير لممثلين عن الوزارات كلها المعنيه بهذا اللقاح، في حضور للمنظمات الدوليه اللي هي شاركت، وبالاضافه طبعا اللجنه الوطنيه لاداره اللقاح. بهذه اللحظات عم نشوف الوزير حمد حسن وايضا الدكتور عبد الرحمن البزري اللي وصلوا الى جانب الممثل اللبناني ابو سليم صلاح تيزاني المعروف، يعني لحتى اللي رح بيكون اول شخص رح يتلقى لقاح كورونا بلبنان. طبعا يعني هيدي اليوم لفته مميزه للممثل، له اسم كبير كثير كبير بلبنان ومسيره كثير حلوه. وطبعا بهذه اللحظات كمان عم نشوف رئيس الحكومه بحكومه تصريف الاعمال حسان دياب كمان وصل لحتى يشارك بهيدي المحطه، خليني اقول اليوم اللي تعتبر بادره خير او افتتاح لحمله اللقاح الوطني بلبنان، على امل يعني انه يكون في اقبال من المواطنين لتلقي هذا اللقاح، خاصه يعني اليوم انه المنصه في تسجيل عليها ولكن كريم بعد الارقام منا كثير كبيره بهذه المرحله. واليوم يعني كل الرسميين واللي بيشتغلوا بالقطاع الصحي عم يدعوا المواطنين ليتشجعوا ويسجلوا اسمائهم على المنصه لتلقي اللقاح. وطبعا يعني هذه بداية لنشكل خليني أقول مناعة مجتمعية تحمي المواطنين من ربما أي تداعيات صحية لاحقا، خاصة أنه شفنا أن المستشفيات بعد ما كثير عندها قدرة والجهاز الطبي كمان صار بوضع كثير حساس، وبكل الأحوال صار عندنا خسائر كثير كبيرة بالأرواح. يعني نحن نظن هلا عم نستمع لكلمة لرئيس الحكومة حسان دياب. سريد كلمة نظام بدون كلمة بدون كلمة بعد الطعم يا استاذ خضر بعد ما يصير يبدو انه سيتم تأجيل هذه الكلمة الى بعد تلقي اول لقاح، يعني نحن بانتظار استاذ خضر بعد ما يطعم. نعم كريم، يعني طبعا اليوم في حضور اعلامي كثير كبير وفي حضور كثير كبير كمان لعدد من الشخصيات التي تهتم بالقطاع الصحي، وطبعا لاهميه هذا الحدث لانه واخيرا يعني بعد طول انتظار وبعد عام من الازمات الصحيه خليني اقول وصل هذا اللقاح على لبنان. طبعا نحن عن الدفعه الاولى اللي هي لقاح فايبر واللي رح يتلقاها مجموعه من كبار السن بالاضافه ايضا للجهاز الطبي. في شي كلمه ريف ولا مش هلا؟ استاذ خضر بعد اذنك. كله بيمشي طوله بال يلا هدوء يا جماعه هدوء يا جماعه. نعم كريم.
نحن يعني بانتظار كلمة رئيس الحكومة في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بس بعده عم بيروق العالم. يعني هناك ضغط إعلامي كبير جدا صراحة. بدي أقول لك شيء يعني ريف، يعني مع محبتي وتقديري طبعا هالمجهود، بس إنه كل الدول عم تتلقح، يعني العالم عم تطعم. صحيح، ولكن يعني احنا حناخذ الموضوع بايجابيه هذا الصباح. طيب اوكي، لعيونك. يلا صباح الخير جميعا. انا جيت اتفقد المركز اليوم واطمن عليكم جميعا. فإذا أنتوا جنود المجهولين يلي قمتوا بهيدا العبء على أكثر من سنة، من هالمنطلق أنتوا أديتوا رسالتكم وقمتوا بواجباتكم وقدمتوا تضحيات، ولا شك أنه يعني حتى في قسم أشخاص من بينكم قدموا حياتهم لهيدي الرسالة لحماية الناس من هيدا الوباء القاتل. التزاما وتماشيا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني، أنا اليوم مش رح أخذ اللقاح. اليوم الأولوية لإلكم، الأولوية للقطاع الصحي، قطاع الصحي يلي قام بواجباته واللي قام بتضحيات كبيرة ويلي لازم نعطيهم كل الحماية لحتى يقوموا برسالتهم لحتى يحموا الناس. أنا اليوم مش دوري، بالتالي أنتوا قبلي والأولوية لإلكم ولكل شخص مذكور من ضمن البرنامج يلي وضعته اللجنة. الله يحميكم، الله يحمي القطاع الصحي، الله يحمي كبارنا، والله يحمي اللبنانيين جميعا، ويعطيكم ألف عافية. يعني دولة الرئيس إنه أنت تحت 70؟ لا أنا 61. شكرا لكم. أبو سليم، نعم، شو بدك تقول اليوم للناس اللي عم بتشوفك هلا على الصبح؟ قلن ما يتأخروا بس يجي وقتهم ويطعموا. انت قديه صار لك قاعد بالبيت وما ظهرت؟ قديه صار لك قاعد بالبيت وما ظهرت؟ هلا صار لي 20 يوم ما ظهرت. نعم، صار لك 20 يوم، وبالفترة اللي مرقت بالسنة السابقة بكورونا قديش كنت عم تنتبه؟ لما ننتبه العادة على الكمامة إرشادات وزارة الصحة كانت شو بتقول، نتلقى التعليمات ونمشي فيها لأنه في ناس خبراء لازم ناخد رأيهم. شو بتقول للناس اللي بعدها خايفة اللي منا مقتنعة أنه لازم تاخد هذا الطعم؟ لا لازم ياخدوا، لأنه إذا أخدوا أحسن من أنه ما ياخدوا. حبيبة قلبي سلامتك. إذن كريم مثل ما سمعنا هلا للممثل اللبناني أبو سليم اللي رح بيكون أول شخص رح يتلقى لهذا اللقاح. دكتور أبيض، مين الشخص اللي رح ياخذ الفاكسين هلا؟ دكتور محمود حسون هو رئيس العناية الفائقة في مستشفى القاهرة. نعم، وهو رح يكون أول شخص قبل استقبال أبو سليم طبعا. صحيح. فإذا كريم يبدو أن هناك تعديل بسيط خلينا نقول بالخطة، حيث سيكون رئيس العناية الطبية هنا النصائح الطواقم الطبية واللي إلها الأولوية بهذه المرحلة، خاصة لأنه عم يعني هي خلينا نقول بالصفوف الأمامية من هذه المعارك. يعني نحن بانتظار إنه نشهد هلا هذه العملية اللي عم تصير لأول مرة بلبنان بعد انتظار طويل وبعد مباحثات طويلة، يعني طبعا بحضور
رئيس الحكومة ووزير الصحة دكتور عبد الرحمن البدري دكتور أبيض والجهاز الطبي هنا بهذا المستشفى. يعني طبعا يعني هناك تدابير اتخذت وتجهيزات خاصة عم نشوف نحن هذه اللحظات. يعني على سلامة إن شاء الله يا رب يعني ننتهي من هال. نعم كريم. يعني على سلامة إن شاء الله في هذه اللحظة يتلقى أول مواطن لبناني. صحيح. في هذه اللحظة يتلقى أول مواطن لبناني لقاح كورونا في لبنان، وطبعا هو من شركة فايزر على أن تستكمل باقي اللقاحات للأطقم الطبية وكبار السن. بدي أقول كارين أن نحن هلأ موجودين بهذا مستشفى بيروت الحكومي، ولكن سننتقل بعد إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت وإلى دار العجزة في درمينة طبعا لمتابعة هذه الجولة الأولى من اللقاحات في لبنان. طبعا الشخص التالي الذي سيتلقى اللقاح وكما قلنا سابقا هو الممثل اللبناني صلاح تيزاني. طبعا ابو سليم كان منهار كان كثير مبسوط لانه اعتبر اليوم انه هيدي لربما فرصه جديده يعني لمكافحه هذا الوباء، وهو دعا كل المواطنين وكبار السن الى ضروره اخذ هذا اللقاح لحمايه المجتمع وتخفيف عدد الاصابات وبالتالي ايضا عدد الوفيات في لبنان. نعم كريم. يعني هلأ عم نشوف كريم نحن التجهيزات خليني أقول وزير الصحة عم بيساعد فيها. يبدو يعني هناك حالة من البلبلة حب ريف كثير كبيرة لصلاح تيزاني الله يطول صحيح. بعمره يا رب يعني ويحميه اللي قدمه للبنان عن جد. أنا مثلا بهاللحظة بختنق عن جد يطول بعمره ويطول بعمر كل الكبار صحيح بتنبسط. ايه يبدو أنه وزير الصحة هو الذي سيعطي إذا سمحتوا عم نشوف هون وزير الصحة عم يلبس الكفوف كريم. يبدو أنه هو اللي رح يعطي الفاكسان للممثل اللبناني صلاح تيزاني. ومثل ما قلت بتنبسط لما نشوف ناس هيك أول شيء اليوم عم ياخذوا الأضواء وعم ياخذوا هيدي الفرصة الجديدة، لأنه عن جد نحن بحاجة أن نقاتل كثير لأنه مثل ما شفنا هلا كمان الممثل اللبناني صلاح تيزاني هو أول شخصية تتلقى هذا اللقاح بعيدا عن الأطقم الطبية. طبعا بدي أقول أن الممثل اللبناني صلاح تيزاني يبلغ من العمر 93 سنة كارين. وطبعا اليوم كبار السن يعني كان هن لهم الأولوية في هذا المجال كما وكل دول العالم. مثل ما كنت عم تحكي الصبح أنه هيدي كانت اليوم كبار السن هن أولوية عنا لأنه يجب حمايتهم، خاصة لأنه بسرعة التقاطهم للعدوى من كل الأشخاص المحاطين فيها وربما نتيجة الأمراض المزمنة. سنحاول قليلا أن أتحدث إلى وزير الصحة أو ربما الدكتور عبد الرحمن البزري. بدنا نقول له سلامة أنه كنا عم نحكي مثل ما كنا عم نسمع من شوي أنه الممثل اللبناني صلاح تيزاني صار له 15 يوم قاعد بالبيت تيحمي حاله كليا قبل الحصول على هذا اللقاح، لأنه بالفعل يجب على كل شخص يريد أن يتلقى هذا اللقاح أن يحمي نفسه يعني قبل وصول موعد تلقيه هذا اللقاح. مثل عم نشوف هلا الممثل اللبناني صلاح تيزاني طبعا بعد ما يتلقى اللقاح بيقعدوا بغرفة لوقت معين ليرتاح ولا ربما مراقبة يعني في حال صار في أي ردات فعل أو أي تأثيرات جانبية. يعني طبعا هناك لا تخوف بهذا المحل، يعني اليوم عم نحكي عن تأثيرات جانبية يعني لا تذكر خلينا نقول بكل حسب الدراسات اللي ظهرت لحد هلا. وبدي أقول أنه ولكن يعني حسب البروتوكول يجب أن يبقى المريض داخل هذه الغرفة لبعض الوقت لمراقبة وضعه الصحي. بدي أقول كريم أنه هون بمستشفى بهذا المستشفى في أكثر من 8 غرف مجهزة لتلقي اللقاح،
طبعا هني قالوا انه بالمرحله الاولى رح يفوتوا اربع اشخاص على انه هيك لما تسرع هذه العمليه بالمراحل المقبله. يعني اول شيء بدنا نقول لك يعطيك العافيه ريف، وانتبه على حالك انت وفريق العمل اللي موجود تحت، انتبهوا على حالكم، دخيلك القصه منا مسحه ابدا، وعلى امل السلامه. صباح الخير، شو بدك تقول اليوم للناس مع هيدي المرحله الجديده؟ انا بدي اقول انه كثير ملفتة خطوة دولة رئيس الحكومة، أول شيء أنه يدعي السياسيين وكل المواطنين للالتزام بالمنصة حسب التسجيل، وبنفس الوقت أنه نعطي أهمية للطاقم الطبي، طبيب طوارئ كورونا بمستشفى رفيق الحريري الجامعي هو المتلقي الأول، ومن ثم كمان أبو سليم الممثل الجدير اللي كان دايما يبث فرح وأمل بنفس المواطنين، اليوم عم ببثها بفرح لبنان ومستقبله. الدفعة الأولى اللي جاية من فايزر اللي واصلة على لبنان، هل تسجل على المنصة أشخاص كفاية لحتى نستعمل كل هذه اللقاحات التي وصلت له الأشخاص، ولا في تخوف أنه نضطر نستغني عن بعض منهم؟ اللي سجلوا بالأرقام اللي تسجلت مع اللقاحات اللي وصلت في تطابق بالأرقام، وإن شاء الله اللي بده يجي لاحق من أسترازينيكا بكفينا باقي الكميات. نعم كريم، يعني شكرا. طبعا يعني بدأت الآن عملية أيضا تلقي اللقاح لبعض الممرضات، ونحن سنعود إليكم لاحقا في هذا النهار. كريم شكرا لك ريف، يعطيكم ألف عافية، وانتبهوا بليز على حالكم تحت بالمستشفى.